ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده عاطف؟ عاطف ده اكل ده ولا ده حلو ولا حادق ده يا عاطف؟ ايه ده؟ حلو وحادق بس يا الله حاجة. اكبر الله الله اكبر. ايه الحيوانات دي؟ حيوانات ايه دي؟ فراخ فرخ دي فراخ كبيره قوي يا عاطف. طب استنى بس هقول لك على حاجه يا جدع اسمعني. مش لا انت ما تقول حاجه تقلب مش الصور دي ما تروحش لأي جورنال أو مجلة تانية. أعوذ بالله وأنا أقدر ده أنت الأستاذة. أصور حضرتك؟ لا. هنحضر هنا عم اشرف. طب بس دوس سيادتك سنه دبرش وسنه فرامل كده مع بعض واحده واحده كده. ايوه الله ينور يا استاذ. الله يخليك. شكرا يا استاذ. امرك. على ميعادنا بكره بقى يا عم اشرف ان شاء الله. استاذ ماشي. السلام عليكم. نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. انت ازاي دخلت بالتعابين؟ انا تعابين؟ وانا عامل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحليه. يبقى الاراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. انت واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف انت اللي عملت العمله دي. هو حضرتك شفتيني؟ لا. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه. عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح واكيد التعابين دي سنانها مكسوره ولا يمكن تاذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجاله دول والحاله اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟
عندك فكرة عن كمية الألمازات اللي ضاعت وإن الستات اتعرت؟ إيه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ أنت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت أجلك. طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا إزاي؟ انتهبل يلا، أبو العروسة رصد مكافأة 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك أنت هو أول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. أنا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبير من أبو رواش؟ تقريبا يا أستاذة. يبقى اللي باع له التعبين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه، هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان لكن له شكل، واللي باع له التعبين يعرف يوصفه ويجيبه البوليس ويجيب رسامه ويرسمه. هي وصلت للبوليس والنيابه وامن الدوله، بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه، وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمة. انت بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوباية؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عملية اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربية يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكرة؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشة. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل ان ورطك الورطة السودة دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضو باع نفسه. بكرة نشوف. بس أنا كان عندي إحساس إنك وسخ. لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني. أنا في شغلي بحتاج ناس وسخة برضو. الصور دي تسوى كتير. العربية اللي جابها لك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة، كانت عربيته. عشان عبيط. وإداها لك إزاي؟ بيع وشراء. ليه؟ هي الحداية بتحدى في كتاكيت؟ مش قلت لك إنه واطي؟ أصحاب الصور دي هيعملوا اي حاجه عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع ايه يا اهبل؟ ليه هبيع كام نسخه؟ 1000 2000 تمنهم كام؟ احنا هننشر عينات، والعينه هي اللي هتجيب الزبون. انا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصوره دي. ده مش انا لوحدي اللي وسخ يا استاذ. اخرس. عارف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده؟ ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. على فكره هي مش باينه، وبعدين دي بسيطه. انا عارفه ان دي بسيطه، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطه. ممكن اللي في دماغك، بس بشروطي والوقت اللي نختاره.